النجاح تاع العمليه يكمن في اللقاء نتاعكم مع المواطنات والمواطنين، وانا على بالي باللي راكم اهلا لذلك، راكم حاملين لوحات يعني في اخر طراز، وكذلك حاملين شهادات عليا، وانتم اخترتوا على 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 هذا الصفه هذه. اذا نشكركم مسبقا على انجاح العمليه، ومعول عليكم كثير، لانه كنت ألحت لها في الكلمة تاعي، بعد كل إحصاء تخرج الجزائر كبيرة، تخرج بقرارات جديدة، بسياسات عمومية عقلانية، وإحنا ننتظر من هذه العملية يعني قرارات سياسية كبيرة جدا. وشكرا إذن على مساهمتكم الفعالة، ومعولين عليكم باش تنجح العملية.